السلام عليكم خوتي اخواتي متتبعين قناة عبدو، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدتكم في الحلقة السابقة قلت لكم غادي نمشي نحيد الزيتون باش نوريكم الكيفية ديال العصر ديالو. هذا هو الزيتون ديالنا، ساهل كنحيدو غير باليد كما كتشوفوا بحال هكا على الطريقة هذه. هاد الجنان هذا تقريبا فيه تقريبا شي 1000 شجرة، كنحيدوه هكا على الطريقة هذه الزيتون باش نشارك معكم على الطريقة تقليدية. حنا اليوم كنتواجدوا في قبيلة قبليين آية البقال، معروفة على الصعيد القروي هنا في مدينة خميسات. الزيتون ديالنا هو هذا، كتشوفوا كيف تنحيدوه، طريقة سهلة بحال هكا، ونشاركوه معكم إن شاء الله. تابعونا غتشوفوا معنا في المعصرة، نوريكم مراحل العصر ديال زيت الزيتون التقليدية، الطريقة التقليدية، تابعونا إن شاء الله. يلا السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعي قناة عبدو. اليوم كما قلت لكم في مرحلة أخرى نصورت لكم المعصرة ديال الطاحونة العصرية، دابا غنوريكم الطاحونة التقليدية ديال الناس ديال جدودنا ديال الناس القدام. هذه هي الطاحونة التقليدية كما كتشوفوا، عندها رحى هنا الجفنة، هذا هو الزيتون. كيقول لك الزبيب يبدا ولكن البالي ما تفرقش، البالي ديال ايام جدودنا من نهار حلينا بنينة. كما قلت لكم الطاحونة التقليدية هي هذه، حلينا عليها عينينا مع الآباء ديالنا والجدود ديالنا، كنطحنوا في هاد الطاحونة التقليدية. اليوم غنتبعوا معايا مراحل الطحن كيفاش غتمر هاد الطحين هذا، وغتبعوا معايا ان شاء الله حتى تشوفوا معايا كلشي مراحل مراحل. غنتبع معكم مراحل من الاول باش تفهموا وتعرفوا كلشي على هاد الطاحونة التقليدية، وتابعوني ان شاء الله. كما كتشوفوا يا المتتبعين ديالنا، ها هو كيطحن وكي الاخ بودريس صاحب المطحنه اللي كتواجد في أية البقال قبليين، ها هو كي يخدم بيدو كما كتشوفوا، كيدفع الزيتون باش يجي تحت الحجره باش يتطحن. ها هو كيدفع الزيتون باش يجي تحت الحجره عكس الطواحن الاخرين كما كتشوفوا. هانتوما يا المتتبعين ديالي كتشوفوا دريس صاحب الطاحونه اللي كتواجد في أية البقال، راه معروف على الصعيد القروي بالاخلاق ديالو والطحين ديالو ديال الزيت، ومشهور. الطاحونه راه تقريبا عندها شي 20 عام وهي هنايا. هانتوما كتشوفوا تبارك الله، ها هو كيتطحن والزيت راه ظاهره في الزيتون ملي كيتطحن، راه هي كتبان لينا دابا هنا كيف ما كتشوفوا. ها هو تطحن الزيتون، هانتوما تشوفوا كيما يدم. راه خويا مدرس وريهم يدك، وريهم شوفوا تبارك الله، شوفوا كيما يدم الزيت. الزيت مزيان، الزيتون المزيان كيبان هنا في المعصرة كيبان. هانتوما كيما كتشوفوا كيما قلت لكم في السابق، هانتوما يدم، ها هذا مازال ما تطحنش، راه باقي الله في البدايه ديالو، وكتشوفوها تبارك الله. ها الزيت، ها كل حاجه عندها الدور ديالها في هاد الميدان هذا. سير اخويا مدرس، سير سير على الله. والاخ بودريس راه معروف على قبيله قبليين، راه كيبيع حتى الشواريات وكيبيع
البراداع في السواق راه اسبوعيا كيمشي يوميا، والمهنه ديالو هي هذه، المهنه ديالو هي هذه ديال زيت الزيتون، معروف زيت الزيتون، وعنده تبارك الله الجوده في الزيت. يلا اخوتي، من بعد ما الزيتون ديالنا ها هو كما كتشوفوا، ها هو تطحن على الطريقه التقليديه. ها الاخ بودريس غادي يعمر. عطينا شي كلمه اخويا بودريس على هذا الزيتون والمراحل اللي كيدوز، كلم لينا واش بودريس تكلم لينا على الطاحونه وتكلم لينا على الزيت والورق كما قلتي لي في قبيله. الورق الا كان مر كيعطي يدير شي وهذه هي البريسه ديالنا كما كتشوفوا التقليديه على هذه الطريقه. وهادو الشوامي ديالنا باش كنعمرو. قول لي اخويا بودريس، الناس اللي بغاو يعرفوا الزيتون، دابا الناس كيتغشموا غير كيجيو كيشريو الزيتون ما كيعرفوش، ما كيعطيهمش الزيت، تيقولوا راه من الطاحونه ولا من هادي. فسر ليهم شويه ديال الضو، ديال الضو كان بينه وبين التقليديه بزاف. ايوا هادي احسن ديال الضو. ايوا طبيعيه. وباش يعرفوا الزيتون فيه الزيت ولا ما فيهش، كلشي هنا في الحجره، هنا كيبان، هنا كيقول له عين بحيره، عين بحيره في تاشه الله يرحم الوالدين. كلشي هنا ان شاء الله، كلشي انا كيبان لي دابا هنا الزيت ها هو كما كنشوف. كاين الخير تبارك الله، كاين الخير تبارك الله، يدم كاين الخير. الزيت راه واصل دابا 20 19 طن فوق الطر دابا بارك الله. هذه ديال التقليديه، التقليديه التقليديه العصريه قال لك راه كاينه 17 16 بارك الله. وهذه هي البريصه ديالنا يا المتتبعين، كيعصروا كيعصروا باليد، كيستفوهم على هذه الطريقه، هذه وحده فوق وحده. وهنا كما كتشوفوا معايا كاين واحد الثقب، ها هو ها هي واحد الثقبه. من بعد ما كيتبريسا هذا الزيتون ديالنا ها هو كما كتشوفوا الشوامي، كيهبط هنايا كيدوز هنا للشارج، ها هما الشوارج هما هادو. وكيبقى حتى تيصفى وتنعمرو في القراعي. غتبعوا معايا ان شاء الله المراحل، غنوريكم المراحل ديال هادشي كامل وحده وحده حتى تستافدوا، نستافدوا حنا وتستافدوا معنا نتوما، فيد واستافد. ويجي داكشي مقاد اخويا ودريس، ياك كلشي مقاد، يجي ميزان الله يرحم والديك. الناس خصهم يفهموا ويعرفوا، كاين مسكين اللي ما عارفش، كاين ما عرفش المراحل كيفاش كتم ديال الزيتون. قلتي لي الورق كيكون حار كيفاش؟ الورق في حالة ما الورق إلا كان سميتو، إلا كان كتهبطو كتخضرو ريا في الزيت. بالنسبه للهضره العاديه الورق كيطحن وكيطلقش المروريه في الزيت، كيجي الزيت ديالها حلوه كتجي مروره بزاف. حتى سي عبد الله اخويا، حتى سي عبد الله. وهذا الزيت ديال الرحه ديال الحجره كتجي ثقيله، من الشجره الحجره سي عبد الله، من الشجره الحجره بارك الله. وانت عندك الزيتون ديالك كطحن هنا وكتبيع هنا، كلشي هنا كلشي الحمد لله كلشي هنا. شحال وصله دابا اخويا الزيت لترو؟ الثمن اخويا حاجه حاجه مزيانه، وصل 60 درهم لترو. ياه العادي راه داير 40 درهم. وخص الناس يعرفوا المراحل اللي كدوز منها هاد الزيت هادي ويشوفوا. يعني حتى حاجه ما كتجي بالساهل، كلشي الله يحسن العوان راه انت سوا ديرها، حتى 1200 راه قليله في حقها انت ديرها.
هي كتسيح تبارك الله هي كتهبط بوحدها. شوف شوف البلاصه هي كتهبط بوحدها بدون مازال مازال ما داز ليها الزيار وكتهبط بوحدها بدون بلاصه. حاجه طبيعيه هنا فين تعرف الزيتون راه كيعطي تبارك الله كيدمع قبل ما يتبريسا قبل ما نزيرو عليه كيبان لك ها هو كيدم ها. شوف تبارك الله شوف ها الزيوتات خارجة ومرجان ها هو تيمشي عبر الثقب اللي وريتكم قبيلة وكيدوز الشارج الشوارج ديالنا هما هادو جوج شوارج هما هادو الشوارج ومن بعد غادي نكملو ان شاء الله غادي نوريوكم غنزيرو غنوريوكم كيفاش غنخرجو الزيت هاي أيوة بعدين كلشي مزيان ها كدمع اخويا ادريس كدمع تبارك الله تبارك الله من بعد ديال المتتبعين ديالنا كما شفتوا الطحنه ديالنا فيها 240 كيلو احنا حطيناها في الزيار هو هذا اللي كتشوفوا معايا ها هو احنا زيرنا عليها واحد شويه شوفوا معايا شوفوا الزيت كي تخرج قال لك جديد الوجده والبالي لا تفرط فيه ما خصناش نفرطوا في شي حاجه اللي هي التراث ديالنا هي جزء من التراث ديالنا خصنا نحافظوا عليها هاد شوفوا معايا تبارك الله الزيوتات كي تخرج شوف كتمر عبر هاد الثقب هذا شوفوا معايا الزيت والمرجان كي تيخرج تبارك الله زيتونه مبروكه شوف وغيمشي للشارج وتابعوا معايا المراحل المتتبعين ديالي حتى تستالينا هنايا في الشارج وغنعمروها وغنشوفوا شحال عطاتنا 240 كيلو شحال عطانا من يترو شوي جداد ماشي قدام وشوامي جداد شوفوا تبارك الله كل حاجه عندها النغمه ديالها والطاحونه التقليديه عندها واحد الذوق خاص تكلم لنا شويه مدرس على الزيت كي تجي وتجي ثقيله كاين الفرق اخويا عبد الله بين هاد الزيت هادي والزيت ديال سميتو والزيت ديال الضو هادي كتجي خطره وكتجي حلوه ديال الضو كتجي مره وكتجي جاريه راه كاين فرق كبير تبارك الله ديال الضو كدير 40 درهم ديال البهيمه كدير 60 درهم راه كاين الجوده البهيمه على ديال الضو شحال واحد يقول لك راه كاين الزيت ديال كاين 40 درهم كاين 45 درهم وين ديال البهيمه ولكن ما كيكونوا ما عارفينش هادي الزيت كتجي خطره وكتجي حلوه تبارك الله من الشجره للمعصره مباشرة ما كاين لا غش يدي يخدي تبارك الله يعني تستاهل اكثر من 60 درهم على هذه الطريقه هذه كما شفتوا معايا وما كنلقاو ما نبيعو وتبعتوا معايا بصح العشيه ما كنلقاو ما نبيعو ديت هنا كيديو على الناس ما كنلقاو ما نبيعو نص العشيه الا فات 7 العشيه ما كنلقاو ما نبيعو تجي انت لا غيطرو ما تلقاش اللي صورنا في النهار نص صباح المغرب كتمشي كيديوها الناس ان عليها اقبال الناس تيتبعوا هذه ديال التقليديه فيها واحد الذوق خاص يلا المتتبعين ديالنا من بعد ما زيروا الزيره الاولى ها هما تيخويوه ها هما غادي يهزوه من هنا عاوتاني وباش نزيدكم راه هاد العصره اللي كيعصروا غيعصروه ثلاثه د المرات ماشي وحده ها هما عاوتاني غادي يردوه الجفنه كما كتشوفوا معايا هما كيردوه هنايا الجفنه عاوتاني تبعوا معايا يا المتتبعين المراحل واستافدوا استافدوا كاملين جميع الخدمه بيدو غشغله ها انتما كتشوفوا الاخ بودريس والصديق ديالو هما غادي يخويو عاوتاني في الجفنه باش يعاودوا ليه الطحين المره الثانيه والثالثه هذه المره الثانيه عبد الله هذه المره الثانيه غيعاودوه يردوا عاوتاني للشارج يردوا البريسا يتعصر يعني الزيتون كيدوز مراحل ياك ابو دريس ثلاثه الطحنات كتعصروه ياك
ثلاث مرات عاد تخليو الزيت ترتاح ومتى خمسة السوايع كوك خمسة السوايع باش ترتاح. كما شفتوا معايا المتتبعين الطريقة هي هذه اللي بديت معكم من الأول، ها هي الزيتون خصو يتغيز ثلاثة المرات على الحجر، ماشي بحال الطاحونة العصرية يطحنوا غير عصرة وحدة ويحيدوا، هادو كيديروه ثلاثة المرات يطحنوه ويعاودوا يعصروه في الزيار ويجيبوا عاوتاني الجفنة يدور يطحنوه عاوتاني يعصروه عاوتاني يدوزو عاوتاني البريصة ثلاثة المرات، عاد كيخليو الزيت تمشي للشاريج ستة خمسة السوايع، من بعد خمسة السوايع عاد تيبداو يعمرو. تابعوا معايا المتتبعين وشجعونا على هذا الفيديو هذا، وشجعونا بشي لايك وبشي ابوني، وانتظروا منا ديما الجديد مع قناة عبدو. يلا يا المتتبعين ديالنا، حنا الثانية هي هادي اخي بودريس ياك، هما كيعمروها كما المرة الأولى. يعني حنا الثانية كتكون زيت. الزيت اخويا عندي كلها بدون مرجان هادي. ماشي على مرجان لا والو. انت غتشوف تبارك الله، انت غتشوف تبارك الله عندي كاين مرجان الزيت بدون مرجان. هادي الزيت ان شاء الله بدون مرجان. هادشي شوي ان شاء الله تولي دراع. يعني كاينه شويه التماره في هذه الخدمه هذه، ولكن كتعطي نتيجه. راسي هضر بسم الله. هادي دابا العصره الثانيه كما تبعتوا معايا الاولى، ها الثانيه كما كتشوفوا اخو ادريس هو كيعمر. طيب ليا مزيت هاد الزيتون في الزيت صافي. ها هي كما القاعده كيجيبوها هنا المعصره لهاد البريصه هذه كما كتبعوا معايا في الاول والثاني، ها هو كيقادها وكيجيب داكشي مقاد. دابا غير الزيت بوحده اللي كاينه هنا دابا زيد اخويا عبد الزيد. نتابعو معانا حتى تشوفو جميع المراحل، نوريوكم الأولى والثانية والثالثة حتى نوصلو للنهائي، حتى نوصلو ل حنا الثالثة للخرة باش نشوفو هاد الزيتون شحال غيعطينا من لتر. 240 كيلو غنشوفو شحال غتعطينا من يترو، وتابعونا حتى تشوفو معنا جميع التفاصيل. يلا يا المتتبعين ديالنا كما شفتو طحنا الطحنة الأولى، دابا هادي الثانية حنا دوزناها للبريصة. ها السي بودريس والصديق ديالو ها هما كما شفتو المراحل الأولى، وها الثانية دابا مرحلة العصر، ها هما دابا كيدورو باش يعصرو هاد الطحنة الثانية. كما كتشوفوا معايا قالك الاول كيخرج فيه المرجان والماء والزيت، والطحنه الثانيه كتخرج غير الزيت خالصه. ياك السي بودريس سير ها انتما كما كتشوفوا معايا السوبر ديال الزيت ها هي كتهبط، ها هي كتدمع كما كتشوفوا تبارك الله. تابعونا حتى تشوفوا معنا الطحنة الثالثة هي الأخيرة. شوفوا تبارك الله، شوفوا 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 الزيوت، شوف شوف الزيت البلدية طبيعية كتهبط، شوف شوف بلا مرجان بلا والو خالصة هادي. تابعوا معنا جميع المراحل اللي قدمنا لكم، وشجعونا على هاد القناة عبدو، وتابعونا مازال الطحنة الثالثة غنوريوها لكم والأخيرة، ومن بعد غادي نعمرو الزيت ديالنا من الشاريج من بعد ما ترتاح مباشرة من بعد ما ترتاح خمسة السوايع، وغتشوفوا الفرق ما بين الطاحونة العصرية والطاحونة التقليدية. الطاحونة التقليدية خلاوها لنا جدودنا كيحل لينا عينينا، لقيناهم كيعصروا في هاد الطاحونة هادي
وهذا التراث ديالنا ما خصناش نفرطوا فيه. شو تبارك الله، زير اخويا دري زير، بارك الله تبارك الله وصلى على النبي. شوفوا شوفوا يا المتتبعين، شوفوا الزيوت طبيعية، تبارك الله وصلات على النبي. هو غادي يهبط وكيمر عبر هاد الثقب هذا كما قلت لكم، وكيمشي للشريج، من بعد نخليه يصفى واحد خمسة السوايع، ومن بعد سي بودريس غادي يعمر لنا الزيت مباشرة، وغادي تشوفوها وانتوما غادي تحكموا وتقولوا لنا شكون اللي مزيانه، واش العصريه ولا التقليديه. تابعونا ان شاء الله. ها انتوما كتشوفوا يا المتتبعين، ها هو دريس صاحب المطحنه، ها هو كيدور الطحنه الثانيه كيف ما كتشوفوا، خص داكشي تطحن مزيان وتصفى، طحن المرة الثانية ويردو عاوتاني للبريصة يتعصر، ومن بعد عاوتاني يزيرو عليه، عاوتاني يرجعوه الطحنة الثالثة، هي الأخيرة ثلاثة د المرات كيديرو، عكس الطاحونة العصرية كيديرو غير مرة وحدة وكيلوحو. سير زعما تخدم هاد الدرا، ها زعما كيطلق كتطلق الحده، هي كتطحن وهي كتطلق الزيت. الاولى ماشي بحال الثانيه، ماشي بحال الثالثه، كيكون فيها المزايد. الاولى اش كيكون فيها الزيت؟ الثالثه كتكون فيها الزيت. الاولى كيكون فيها المزايد ياك اسيدي، والثانيه؟ الثانيه كتكون فيها الزيت، الزيت. والثالثه؟ الثالثه كتكون فيها الزيت مجهده، الروح ديال الزيت، الروح ديال الزيت. سبحان الله. يلا يا المتتبعين ديالنا، من بعد ما عصرنا العصره الثانيه، ها انتم كتشوفوا ها السي بودريس والصديق ديالو كيحلوا عليها دابا، هما كيحلوا عليها ان شاء الله الطحنه الثالثه، ان شاء الله يعاودوها الطحنه الثالثه يعني اخيرا اخيرا ان شاء الله بحول الله. يعني الطحنه الاخيره اش غيكون فيها؟ الطحنه الاخيره ان شاء الله بحول الله غيكون فيها الزيت بدون مرجان، بدون مرجان خالصه الزيت اوريجين. ها انتم العمليه هي هذه، هذا هو الزيار عكس الطحنات الاخرين، هما كيحلوا عليها من بعد ما نشف. ها انتم كتشوفوا من بعد ما نشف شويه غيعاودوا ليه، من بعد ما تسقطر من الزيت ديالو اللي كانت فيه. يا سي حبيب الله، هما غيهزوه بسم الله الحمد لله على بركه الله. بسم الله بسم الله. هذه الاخيره السي عبد الله، حنا الأخيرة هي هذه الثالثة. أي سيدي الأخيرة إن شاء الله خير، هذه الأخيرة إن شاء الله بحول الله. بل يا الزيتون راه زوين غادي يعطي إن شاء الله، إن شاء الله بحول الله. والدخول ديالنا مبروك عليكم. دابا كيبان، دابا ما بقاش في العظم، دابا ياه ما بقاش حتى سي عبد الله. نهار كبير هذا خاي إدريس، الطحنة الأخيرة ما بقاش العظم كيبان، ونعاودوا الثالثة. هذا ما كيبانش، شحال من واحد كيطحن هذا مرة وحدة، هنا كطحن ثلاث خطرات، كتشد هاد المرات تشد هاد المرات، أنت كتشوف العظم مكاينش، العظم مكاينش، صور مزيان، تشبر تشبر تشبر،
عيط السير دير الحب ما بقاش كيبان الحب ما كيبانش. مزيان السي ادريس وري الناس جميع التفاصيل باش يعرفوا المراحل المراحل اللي كتدوز منها زيت الزيتون حتى كتوصل للتبصيل. قريبا توصل التبصيل ان شاء الله. قالت لي مرحله وحده هي هذه ان شاء الله. شيخ بشويه ندير على بركه الله. من بعد ما عصرنا العصره الثانيه كما تبعتوا معنا المتتبعين ديالنا احنا غادي نعصروا العصره الثالثه والاخيره سير الله بركي. ومن بعد غادي نعمروا الزيت ديالنا وغادي نوريوها لكم شوفوها معنا المتتبعين وتابعونا وشجعونا. يلا يا المتتبعين ديالنا كما شفتوا من بعد ما عمرنا الشوامي ديالنا هنايا مرحله اخيره هو بودريس هو والصديق ديالو كما القاعده ها هما غيعصروها العصره الاخيره كما كتشوفوا معايا. بالضبط بالضبط مزيان هي هذه. سير 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 ها هي كتدمع وهاد الزنا هي غتمر عبر هاد الثقب هذا كما قلنا لكم. تابعونا في هاد الفيديو هذا تابعوا معنا في هاد الفيديو هذا يا المتتبعين. هانتوما كتشوفوها كدمع هنا دابا سي ادريس غير الزيت بوحدها. الزيت دابا تبارك الله فيديو المرة تبارك الله هي كتبارك الله. هانتوما هي كدوز ثقيلة. هي تبارك الله ثقيلة. هانتوما تبارك الله. تبارك الله سوبر الزيت تبارك الله. تبعوا معايا المشاهدين شوفوا الزيت تبارك الله وصل عندي. ها هي كتهبط ثقيلة خاترة. كدوز عبر هذاك الثقب وكتمشي للشريج مباشرة. الزيت فيديو المرة تبارك الله. بدون مرجان بدون مرجان الاخرى دي بدون مرجان بارك الله وسطان بي بدون مرجان تبارك الله يعني خدمه متقونه وزيت نقيه عند بو ادريس جوده عاليه وجوده عاليه كما كتشوفوا. وتابعونا يا المتتبعين بعد واحد خمسه السوايع ان شاء الله وغادي نوريكم الزيت وغادي نعمروها وغادي نشوفوا شحال عطاتنا 240 كيلو شحال عطاتنا في اللتر قنطار شحال عطاتنا في قنطار عفوا شوفوا معنا القنطار شحال غيعطينا من ليترو. تابعونا حتى نستا الزيت ديالنا وتصفى ويعمرها لينا بو ادريس وغيديرها في البواده وغادي تشوفوا شحال من ليترو عطانا في القنطار. يلا يا المتتبعين ديالنا من بعد ما ارتحت لينا الزيت في الشريج كما كتشوفوا هذاك الثقب اللي هو اللي كان كيخرج منه الزيت راه هو كيشرشر. والزيت ديالنا ها هي خضراء كتستا في البانيو الزويته ديالنا خاطره كما تبعتوا معنا المرحله مرحله ديال الزيت دوريجين دوريجين ديال الطاحونه التقليديه ها هي خضره سكينه جديده ها هي خضره جديده ها هي لحقها وطريقها كتعمر على هذه الطريقه وكتصفى بطبيعه الحال اذا كان شي خشبي تحيد. وهادي هي الزيت ديالنا تابعونا يا المتتبعين شجعونا شي جيم وابوني حنا ديما غنعطيوكم الجديد ان شاء الله وتابعونا في فيديو اخر ان شاء الله. Thank you.
اهلا وسهلا. يلا يا المتتبعين ديالنا، من بعد السي ادريس ما عمر الزيت ديالنا ها هي كما شفتوا هي دايره في البرامل. شحال عطات حتى السي ادريس؟ 240 يطرو 240 كيلو 240 كيلو 44 تبارك الله. 18 يطرو في القنطار 18 في القنطار اييه تبارك الله يا المشاهدين. بدون مرجان كما شفتوا ثلاثه د العصرات درنا ليها بدون مرجان، بلا اللي فيه المرجان عاوتاني غادي يصفى. مازال هذا عاوتاني غادي يتصفى كما كتشوفوا معايا المتتبعين. تبارك الله الطحنه كيف ما شفتوا 240 كيلو عطاتنا تقريبا 45 يطرو ياك، ما بين 44 و 45. تبارك الله 18 في القنطار مزيانه. هانتوما كتشوفوا الزيت كي دايره خضراء تبارك الله، جا الطحنه التقليديه هاهي كما كتشوفوا يا متتبعين قناة عبدو، وتابعونا في شي فيديو إن شاء الله آخر، وشجعونا وشجعوا هاد القناة الجديدة، وحنا دائما عند حسن الظن ديالكم. كلمة أخيرة تقول للمشاهدين؟ إدريس كيقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعاون.